كيفاش اسمه زوج؟ توحة. توحة. كرة قدم ياك؟ نعم. احكي لنا التعارف الشهير هي وتوحة الفضل. هي هو عرفني في ليغيز انستغرام. كنت بديتي تنشطي وبديتي يوتيوبرز كيعرف باللي كاين شخص بيرسونالمون قال له هذه عجبتني اني ناوي نحن ناوي لحد اي بعد جاوز ما نعرفوش سيد لازم نعرف روح بعد كيعرف شخصيته ابي و بان لك تزوجتي شويه صغيره ما كنتش راح تزوجت فيها صغيرة باسكو انا وحدة ما نقيش منطقي تاع بنادم بالعمر تاعو بلاش تاعو باسكو تلقى انسان صغير وتلقاه جرب في حياته وتلقى عنده تقدم دخل معاك في الفيديو تاعك هو كان يدير ديجا حاجة هكذا من قبل ولا لا؟ لانك انت ديري هو دخل معاك في شوف هي بداية ما كنتش مرياته في الريزو سوسيو ومن بعد عديتيه ان شاء الله ما عديتوش كانوا الناس يصوروه برا يصورونا برا ويحطوها انا لقينا شكون زوج اميراليه انا لقينا شكون زوج اميراليه قلت لهم ما تروح احنا نوريه لكم نروحوا تعيشوا روحكم ها وليك مانيش نخبي عليكم انا هو ما ينزعجش من هذا هو كان ينزعج قبل كي كان ماشي بان يصوروه برا ولا يروحوا للكونت تاعو يديو تصاوروا ويحطوهم يحطوا في اليوتيوب زعما باش يجيبوا لي فيديو اروحوا تشوفوا زوج اميرالي اختارت يختاروا دانيك دي جون ماشي ميم با هو فهمتك دونك بدات طيب وظهوره معك ما سبب لكمش مشاكل داخل علاقتكم الزوجيه؟ لا. داخل علاقتنا الزوجيه لا المتابعين ما حاولوش هكذا يديروا مشاكل يحاولوا دائما كل يوم مثلا مثلا يختلقوا زعما قصص يديروا دي كونفرسا دي فو كونفرساسيون بلي زعما اللي هو يخدع فيا ولا زعما يعني متاكده بلي ما يخدعك بيان سور متاكده ثقه تامه ثقه تامه ها والبعض يقول بلي الرجال ماشي اوفياء ها وليك توحى وفي لا انسان مادام انسان ما كيش واثقه منه ما كيش سير بلي هذا هو الانسان اللي حيناسبك ويقعد معك حياتك كومبلي ما غير ما كلا طيب هو يعني ما عنده حتى مشكل اليوم في انه الزوجه تاعو يوتيوبرز كذا ما تعرضش لانتقادات ربما من المحيط تاعو علاش مرتك تبان دير دي فيديو وكذا تعرض لانتقاد كبير يعني انت خلينا نقول بصراحه من اكثر الشخصيات في اليوتيوب تعرضا للانتقاد ايه علاش 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 ما عنديش الجواب يا هشام والله ما عندي الجواب ما نقدرش نقول لك باسكو بالك مانيش نشوف راح ندير حاجه معارضه لل كما يقولوا لل الواقع ونشوف عما خطات حاجه اللي تقلقني سكو كاين دي جون يديروا بيغ زعما كيفاش نفهمك مانيش انسانه يعني نشطح في لي ريزو سوسيو ولا راني ما نقولوش نغني باسكو نغني ولا يعني الغناء عادي ولا راني ندير حاجه تمشي ملاح وتلقى الناس اللي يديروا حاجه تمشي ملاح يتلقاو دوك شعب شوف شعبنا صعيب بزاف شعب جزائري صعيب بزاف باسكو تلقاه يحبك ويكرهك وميم طون صحيح على 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 حد قولك يا شوفي الحاجه الاكيده اللي انا نقدر نقولها انه انت من الشخصيات المحترمه بكل تاكيد اصلا احنا برنامجنا ما بيناتنا من البدايه من الانطلاق رانا مقررين انه طبعا هذا هو العدد الثاني ولكن احنا الخط الافتتاحي اللي ناويين نمشيو فيه انه الاشخاص اللي يجيو هنا يكونوا فعلا اشخاص محترمين اشخاص اللي فعلا عندهم دور في المجتمع لانه اليوم انت يا اميره نتفقوا مع واش تقدمي ولا نختلفوا يعجبنا ولا ما يعجبناش انت انسان اللي عندك شعبيه كبيره وهذه الشعبيه كما قلتي ما كيش جايبتيها بشيء غير محترم نقدر وقت كان يتفق معاه يقول لك يتقدم شيء في المستوى واحد يقول لك لا لا سي نيمبورت كوا راك تخرج في اليوتيوب اوكي يشوف ولكن في الاخير تقعدي سيده محترمه وهذا امر مفروغ منه طيب قبل ما نكملوا نحكيوا على واحد النقاط المتعلقه بالتجاره تاعك والمتعلقه بالنشاط تاعك حاليا وش رايك كي رانا نحكيوا على الناس نروحوا نشوفوا شوفوا الناس واش يقولوا على أميرة ريف مستعدة؟ نعم نعم طيب يلا اعطونا نشوفوا الناس واش يقولوا على أميرة ريف ما هي بنت السوشيال ميديا اللي عرفت اعمالها وخرجاتها في الموضة صدى كبير عند الوسط النسوي في الجزائر روحوا نشوفوا اراء الجزائريين حول اليوتيوبرز أميرة ريف يلا معانا عارفي أميرة ريف وي بيان سور معروفه سي يوتيوبرز سي بلوغرز على مليون دابوني في انستغرام
مرت توحى نورمالمون راجلها سان جوار اي لي انسانت ما فا فانستغرام ما فا تخرجوا لي بوبليكاسيون تاعها وكلش بلوغوز انفلونسوز تقدر تقول يوتيوبوز بلوغوز دير فاشن كوليكسيون تاعها واش تعرفي عليها؟ يوتيوبرز بلوغرز شفتها اكون بارازار في اليوتيوب من الفيديو ديالها الاول عجبتني سي فولا اللي تبيعهم اي تو عندها دي نوفيل كوليكسيون نعرفها لا مود صناعه لا مود تاع الحجابات تاع الخمارات تاع نعرفها عن طريق بناتي في الدار يتبعوها يشوفوها قولوا بلي اميره ريا مغروره صح ولا لا؟ جاب ربي اه خاص نلقى لي كومونتير كامل جو ماشي ما يشكروهاش ولا نو سي اون في جنتي قيسها قيس روحها عايشة حياتها صح تبان شوية كيفاش؟ في بوبليكاسيون تاعها جونغ مقدرتش نفهمك صح تبان شوية ميم لي كومونتيغ يقولوا هادشي لا لا أنا واش نعرف عليها لا لا أنا واش نشوف ماشي صح لا لا ماشي مغرورة لا في بلادنا اللي ينجح في حياته يتهموه بالغرور بالعكس باغابوغ سوناج 23 زون وقيلة وراهي ناجحه ودايره لو بوز انا بالنسبه لي نجاح ماهوش غرور. انت تبعي اميره ريا باسكو تحبيها ولا باش تستعسيها؟ ماشي نحبها بصح نعس منين داك الدرع فايت يصلحو. نو نحبها. لا لا نتبعها باسكو نحبها. باش نعس ونقرعتش. لا لا باسكو نحبها تعجبني للزوج. نحبها ونقرع ديالها لي دو. كلمه اخيره تقوليها لاميره ريا. نحبها بزاف بزاف ونموت عليها نحبك بزاف وبون كوراج سي ان اكزومبل ا شوف باسكو راه اكومبلي بوكو دو بروجي كو ميم بون كوراج وتكمل كيما راهي وتزيد كثر ان شاء الله و ميم طون ربي يعطيها وقفه سهله دركا راهي حسب انتاجاتها وحسب السن نتاعها ومن بعد كي تعود ام تعود على حسب الامهات تعود كيما الامهات الاخرين قولها مبروك عليك يعطيها وقفه سهله ان شاء الله. اون توك انت تبعيها وما تشوفيها واش تقولي لها ميساج بالك هي تشوفك؟ اون كونتينياسيون بصح هادشي تسمى ماشي يخليها تولي. انا قتلتني غير هادي. ميرسي بوكو. قالتلك نحبها ونحب نقرعك. قالتلك مين داك الدرع فايسي شغل يتنفع شويه المهم ما يتستفاد. صح انت واش تشوفي الحاجه اللي كديريها الناس تنفع في اليوتيوب نحكي بصراحه اميره ريا في الشيء اللي يديروا في اليوتيوب اليوم هل يديروا باش هي متعه شخصيه ولا فعلا راهي تقدم حاجه للناس وتفيدهم؟ شوف دوك نفهمك انا كي بديت باش ننفع الناس من خلال بالك بون انتوما انت راجل ماكش تفهمني ف بالك في الفاشن كيفاش تلبسي كيفاش نسقي الالوان كيفاش 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 هي هذه اللي كانت كان لو بوت تاعي ومن بعد ولات لايف ستايل توري الانسان كيفاش انه تقدر تفواياجي تقدر تعيش تقدر دير بزاف فايس او ميم طون ماشي معناها تربط روحك وتقعد هذاك دار وهذاك دار وهذاك دار ما انت تقدر دير وما انت تقدري ديري دونك ولات هكذايا والحمد لله بيلحقوني بزاف لي ميساج انه يعطيك الصحه بك عاكي قدوتي موتيفيتيني درتي لي موتيفاسيون فوالا بو موا سي سا يحبوك ولا يقرعجو؟ كاين اللي يحبوني كاين اللي قرعجو كاين اللي كرهوني كاين اللي يشوفوني مغروره كاين اللي مغروره؟ اه مغروره حاسبه روحي والله ما مغروره يا هشام والله ماشي مغروره والله ما عندي قاع ومنين جا هذا الانطباع ربما من لي فيديو تاعك بالك من لي فيديو بالك من لو مود دو في اللي شايفينه هما عليا بالك طيب وربما كاين فكره واحده اخرى قولها لي نحكي معك انا بصراحه بكل صراحه بكل طيب. صراحه كاين البعض اللي يقول ولا كاين فكره ماشي غير عليك انت وكاين بزاف من نجوم اليوتيوب بشكل عام يوتيوبرز ولا اليوتيوبر ولا الاشخاص اللي يديروا دي فلوج ولا كامل الناس اللي مناشطين في هذا المجال كاين يقول لك باللي سمعت تهضر عليا وعلى الزملاء وي كاين يقول لك باللي انتوما بالشيء اللي راكم ديروا تكسبوا شعبيه من بعد هذيك الشعبيه توظفوها باش انكم تكسبوا دراهم هاد الدراهم كيفاش عن طريق الدراهم اللي مدهم لكم اليوتيوب وكذا او عن طريق خلينا نقولوا بارتناريا ولا سبونسورينغ يعني انت اليوم تديري فيديو تقولي فوالا هاي ليك انا راح نتيليزي الحاجه الفلان شوف انا كي شديت التليفون غطيت غطيت باسكو ما عليها طيب اكزاكتومون انا جاي ليها تقولي نتيليزي راه فلانيه ولا تقولي انا اليوم راني في جزر المالديف مع توحه وهذا الفواياج جينا مع لاجونس الفلانيه يعطيهم الصحه وكذا وكذا هل هذا الشيء انت ديريه برك باش تحكي عليه ولا انه عندك مقابل مادي من عند هاد الناس؟ شوف دوك نفهمك ونهضر معك بكل شفافيه بيان سور
واقيلا واحد ما جاوب على هاد لا كيسيون ولا ما تكتب تحت واحد انك اول يوتيوبوز معايا في البرنامج. يعني بصح ما يهضروا جينيرالمون ماشي هذا وين بدات يعني الناس يكومونيكيو عليها. دونك نفهمك حنا كيفاش يوتيوب في الدار مالوغوزمون ما يخلصش اوكي غير واذا درت بارتناريا زعما مع بلد واحد اخر. انا بيرسونالمون نهضر على روحي انا دايره اليوتيوب تاعي ماسوسي مع شركه في دبي اوكي دونك وبصح الخلاص اللي تخلصوا تخلصوا على حساب نسبه المشاهده تاعك ونسبه المشاهده من الجزائر ماشي ما يقيموهاش لا ما يحسبوهاش باسكو ما عندناش اي بايمنت في الجزائر. وشنو هو اي بايمنت؟ اللي هو الدفع بالكارت الالكتروني صح. انت على واش تخلص في اليوتيوب؟ تخلص على لي بوب اللي يجوزوا هذيك النقاط الصفراء هذيك باش نوضحوا للناس النقاط الصفراء هذوك اللي يجوك ادز يجيك هكا كنت تفرج فيديو يخرج لك بيبليسيتي دونك تخلص على حسب لي كليك ولا على حسب شي واحد الشهره طيب. من هذاك باش نفهموا الناس علاش باسكو قلتي نقطه مهمه بين قوسين انت علاش لي كليك في الجزائر ارخص من واحد اخرين لانه اليوتيوب شركة اليوتيوب تعطي قيمة لكل فرد من كل دولة قيمة المشاهد الجزائري للأسف صغيرة متدنية. إذا كيشوفك واحد من الماريكان تدي عليه سعر وكيشوفك واحد من الجزائر تدي عليه سعر متدني جدا. كيشوفك ربما ألف من الماريكان تعادل أنه يشوفك ربما مليون من الجزائر أكثر أو أكثر لازم أكثر من مليون ألور ما تديش عليها مقابل. طيب إمالتك هنا كي لقيتو بلي ما كاش مقابل من الدفع من قبل اليوتيوب نعطيك إكزومبل صغير باغ إكزومبل فيديو تاع 700000 فيو يعني هما اللي هي 700000 فيو يخلص تري بيان. هنا باغ اكزومبل 700000 فيو انا باغ اكزومبل نلقى 8 دولار على هذيك لا فيديو فهمتني نلقى 8 دولار ما 160000 200000 فوالا وانت تعيا تشري كاميرا ودير ايمالاتيك انت ما رحتو دونك حنا جينيرالمون اليوتيوبر نخدموا مع لي مارك كيما كل بدا ايميسيون باش تمولها وديرها لازم لك دي سبونسور لازم لك شركاء ولا ماشي تسميهم دونك حنايا انسان كاين هادي دايرينها جوب دايرهم خدمه تاعهم لي بودكاستور ولا كاين بزاف دايرين هادي برك هادو واش عندهم هادي خدمتهم انهم حياتهم كاع هما في يوتيوب يا يضحكوا الناس يا طيب بما انت هادشي ما تقولش للمشاهدين اللي يتبعوك لا انا على بالهم المشاهدين على بالهم طيب نهار اللي ندير بارتناريا مع اون مارك نقول باللي راني اون بارتناريا مع هذيك لا مارك ميم في انستغرام تاعي باش تدجستوا عليه تلقاو بايد بارتنرشيب يعني هاد البوست راهو خالص من لا مارك فلانيه. طيب ربما ماشي هذا اللي يخلي الناس ربما ينزعجوا منك ويحسوا بلي راكي تستغلي لي فيو تاعهم باش انك تدخلي دراهم. بالك ينزعجوا بصح ما فهمتش علاش الانزعاج هذايا مادام انك توري لهم حاجه وما همش اوبليجي يروحوا يديروها دونك ماكش تقول لهم بصح بالك هما كاين بالك اللي هما يحبوك بصح يشوفوك بلي انت كي تفرضي عليهم مثلا ماركات تاع مكياج ولا تاع معناها بصح هذه مونديالمون في العالم كامل ديجا تشوف لي يوتيوبر اللي عايشين معيشه يعني طيب والسفارات تاعك ثاني السفارات تاعي بمالي الخاص بمالك الخاص بمالي الخاص طيب نحكي على الماركه تاعك يهمني نحكي عليها. هل تشوفي بلي الماركه تاعك نجحت لانه هي تقدم صح حاجه في المستوى منتوج في المستوى ام الماركه نجحت لانه ماركه اسمها اميره ريا؟ دوك نجاوبك الماركه تاعي كنت اول انا كنت parmi les premières باش ما نقولش الاولى اللي كرييت اون مارك الجيريان 100% الجيريان ميد ان الجيريا بيان سور كي جيت اميراريه اللي يعني لا كومونيكاسيون انا درتها صح لو كان ما كانت مهمه سهله باسكو الناس المجتمع تاعنا يشوف كثر يعني بديت دير دراهم ولا يدور عليك ماشي كامل مي لا بليبار كاين اللي حقدوا عليك بعد ما شافوك بيان سور وكاين اللي سياو يكسروني وكاين اللي سياو يعني جوست على الله لا يشوفك جوست على واحد الطريق دوزتي العجب المشروع تاعك مولتيه بجيبك كاين ناس عاونوك مولته بجيبي بس ما بديتش غير بديت هكا بديت توحى ما كنتش نعرفو هذاك الوقت كنتي مازال ما تزوجتيش يعني من امكانياتك الخاصه امكانياتي الخاصه كان دراهم اليوتيوب شويه ماشي دراهم اليوتيوب كنت هذاك وين بديت يعني ما كنتي مازال ما بديتش دراهم ما كيفاش بديتي اميره ما يستاهل لا لا حنحكيها لك كيفاش بديت كل 21 سنه كنت هذاك 21 سنه واش حبيت ندير حبيت ندير اون مارك دو فولاغ باسكو كنت نحب هذوك هاد لي فولاغ اللي يجوا جيرزي كيما تاع يلبسوهم في الخليج وما كنتش نلقاهم هنا في الجزائر رحت شريت له القماش فوالا وكنت نحوس على خياطات والخياطه تخلصها على حساب واش ما درتش كونتيتي دو ما درتش كونتيتي كبيره حاجه قليله
حتى حاجات صغيره، حاجه على مقدوري. الناس تفاعلت معايا وبديت نكبر فيها غير بشويه 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 بشويه، حتى الحمد لله. اليوم راهي كبيره يعني، شوفوا حتى في اكبر مراكز تجاريه نزول نقاول الحمد لله. ما بديتهاش يعني من الصفر، وانفيستيت فيها افون. خدمي ان شاء الله يجي نهار تصدري ان شاء الله، ماذا بيا ان شاء الله على المستوى القريب. يعني كاين مشروع ان شاء الله؟ ما انا حابه نبدا في مشروع اخر في نفس المجال هكذا. لا، مجال اخر. يلا اعطينا الحصري، قولي نفس اعطينا الحصري. يلا مجال اخر. نعطيك عندي صغير عنده علاقه بالامومه. بالامومه ان شاء الله. داكور، عندي فكره تقريبا. معليش يلاه، لانه درنا بحث عليه. ما حاش يقول عندي فكره، ما عنده حتى علاقه بالحوايج واللباس. ايه بس تحديني اميره. تحداك. تحديني. ما عندوش علاقه مثلا بحاجه متعلق بغذاء الطفل؟ لا لا، لا. حاجه ماشي كوميرسيال. اه داكور، طيب اوكي، فشلت في التحدي. ما تقوليناش مثلا ما تبيعيناش. اه يقول لك كيما يقولوا داري على شماعتك حتى تقيد. طيب داري على شماعتك حتى تقيد، معليش. ولكن انا كاين حاجه لازم تقوليها لنا اليوم. وانا مصر. طيب داري على شماعتك حتى تقيد، وعندك شمعة ان شاء الله راح تقيد قريبا. يعني راكي قريب ان شاء الله ربي يرزقك. هكاك وجيت عندي هشام، شرفتيني ونورتيني. بالعكس هادشي انا نقدره، ربي يحفظك. ما انا نقدرك ونحترمك. طيب بما انك تعزيني انا نعزك. اليوم راح تبيعينا تبيعه اللي راكي مخبيتيها على الناس اللي يحبوك. واليوم انا اذا فعلا تعزيني ماذا بيا هذا السكوب يعرفوه من البرنامج ما بيناتنا، لانه اللي يحبوك بالنسبه لهم هذا السكوب. ديجا شفتي التاكيد تاعك. لا لا، هذيك انا اللي شفتها، هذيك اللي قالت لك انا نحب نقرعد. انا دوكا راهي هكذا راهي شاده. انا شوف هذوك نقول لك، هذوك نقول لك بالك احنا بالنسبه لنا ما حتى نجمه راهي اون سانت راح تولد، ربي يبارك لها ويرزقها. ولكن تبقى انك نجمه اليوتيوب، واليوتيوب قلنا يستقطب شريحه محدده من الناس، هذه الشريحه يهتموا بهذه التفاصيل. بالك احنا نشوفها صغيره ولا نشوفها بالك ما عندهاش زعما معنى كبير. حاجه صغيره برك. تفضلي. ديجا قبل ما نانونس انا لحقت ست اشهر باش علمتها في لي ريزو سوسيو، باسكو خلاص ما كانش كيفاش نزيد نخبيها. تلاقت ناس برا والناس بداو لي كومونت عاكي تخبي وش كي تخبي. سيتي با باسكو نخبي ولا باسكو خوف من يعني ما باليش انا العين، باسكو ربي هو اللي يحفظ وربي هو اللي. مي سنيت اشهر باش اعلنت على الحمل تاعي. وكنت ماذا بيا ما نعلنوش كاع، كنت ماذا بيا حتى وين نولد. مي لقيت روحك لازم، مي لقيت روحي لازم شو اوبليجي. طيب اميره اليوم ما راكيش خارجه من صدقيني اخا، حتى نعرفوا واش عندك، طفل ولا طفله؟ نقدر نعطيك انديس، نخليها لك سسبانس من بعد نتا نقول لك مولك. طيب قولي لنا. نقدر نعطيك اسماء، نعطيك زوج اسماء. طيب يعني تعطينا اسم طفل واسم طفله. واسم طفله وعلا. واحد منهم اسم وليدك. اه طيب تفضلي، اسم الطفل وشنو هو؟ اذا كان طفل مراد. واذا كان طفله كاميليا. كاميليا. انا اعتقادي اميره ما تسميش مراد، والله اعلم. والله اعلم. اعتقد كاميليا، والله اعلم. والله اعلم. طيب قبل ما نمشيو للختام اميره، حبيت نحكي شويه على المجال تاعك. مجال ضيق ما فيش بزاف ناس. كيفاش علاقتكم انتم اليوتيوبرز اليوتيوبر؟ اسكو كاين هذا المجال منظم في الجزائر؟ علاقتكم مليحه؟ احكي لنا شويه على هذا المجال قبل ما نخدم. مالوغوزمون مجال تاع تاع العلاقه تاعنا في اليوتيوب ماكش نفهمك. كيما كاين مجال كيما مجال الاعلام، على بالي بلي فيه شويه كيش نقولوا شويه بزاف ما يحبوكش كي تشد ايميسيون، ولا ما يحسدوك ولا منك، ولا ما يحبوش يشوفوك ناجح، ولا يشوفوك درت بيبليسيتي مع اون مارك زعما كبيره. علاش خيره هو ما خيرونيش انا، وانا عندي خبره اكثر منه وانا نعرف اكثر منه. دونك كاينه هذه في مجال تاعنا تاع يوتيوب. كاين بزاف ثاني حاجه يسموها لي كلاش زعما باش يعني. دخلتي انت في حاجات كيما هكذا؟ دخلت دخلت في الديبي تاعي، دخلت في دي كلاش. كيفاش تردي عليهم كي هكذا؟ سكوت. بالسكوت. سكوت. طيب. ما نحبش نجاوب. عندك اعداء؟ يعني تقولي عندك اعداء في اليوتيوب؟ قدروا يضروك، قدروا يضروك في حياتك الشخصيه ولا ما لحقوش؟ ما لحقوش وما يلحقوش. طيب وشكون صديقاتك في هذا المجال؟ ما عنديش صديقات يعني لي بروف. لي علاقتك طيبه؟ نخليها علاقه كما نقولوا بروفيسيونال، علاقه عمل. عندي شيرين مادموزيل اس، شيرين بوتلا. تحيه كبيره لشيرين بوتلا. شوف كاين اسماء ثاني، كاين بزاف يعني عندي يعني علاقه معهم. قال لك حبيها شيرين؟
شيرين جمعتنا علاقات عمل كيف كيف، كان عندنا اجون واحد دونك كنا نتلاقاو بزاف، كان عندنا اصدقاء مشتركين. عندك وكيل اعمالك؟ نعم، يعني حتى اليوتيوبر اليوتيوبرز بوكيل الاعمال تي اوبليجي باسكو. نقول لك حاجه، باسكو حنا لي مارك اون الجيري كاين دي مارك يسون بروفيسيونيل، ما تكون ماركه كبيره، كاين دي مارك يسون بروفيسيونيل يخدموا مع ناس بروفيسيونيل، دوك يعرفوا كيفاش يخدموا ويعرفوا كيفاش يتعاملوا، باسكو لي زيميل سا كونت. كاين اللي يدير يبعث لك في التليفون الو دوك نبعث لك واحد البرودوي هضري لي عليه، اي سا مارش با كوم سا، ما نقدرش انا نسيي البرودوي تاعك مليح ماشي مليح، فهمتني؟ لانه الناس يديروا فيك ثقات ماشي تجي عندي تقول لي نعطي لك هذه الحاجه وهضري لي عليها. وكاين وين يعيطوا لك يقول لك حنديرك بانو بوبليسيتير ولا حنديرك، باسكو هما بوغ انسان عنده ناس يتبعوه فرصه اشهار، فهمتني؟ دونك يشوفوك مجرد اشهار وما تقدرش تجيري هذا وحدك، لازم لك دي جون بروفيسيونيل. داكور طيب ممتاز. راح نروحوا جينجل صغير ونرجعوا باش نختموا بواحد التحدي صغير هكذا باش نكونوا، طبعا التحديات كانوا يكونوا حنديروهم لا يتناسبوا مع وضعك، على جينجل نديروا تحدي صغير وما بدك تمشي داكور؟ بيان مرحبا بكم جديد. طيب راح ديرنا كاراوكي غنيه روما متحبيها، حكينا حاجه هشام. انا بيبي انت تعرف تغني، انا بيعوا لي بلي انت عندك اون تري بيل فوا. والله غلط لي قال لك؟ لا لا، ولا غير قالوا لي، والله غير قالوا لي وشكرك بزاف. وقبل سمعتك كنت في الكواليس كانت جوز حلقه لهنا سمعتك. شوفي نهار نجي ضيف عندك ان شاء الله، نهار نجي ضيف عندك المره الجايه نجي لك كاراوكي ونعملك الفطار. ماشي احسن ضيافه درتي لي الشربه تاع البسباس؟ ماشي انا شاف امين. امين ورمزي معليش، لا لا كاراوكي صغير ويتناسب معك، انت عندك هذاك عندك وجه شغل طفولي شغل براءه هكذا. الو درنا لك اغنيه تاع دراري صغار. لا لا همتارو ريمي. شنو نحبها؟ تحبيها؟ اعطيونا ريمي على تحت تصفيقات الجمهور ونشوفوا اميره واش راح دير فيها. يلا علاش علاش مانيش يلا 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 هربت لك. طيب الوغ كو نحبها لا شونسون مي نحبها. طيب يعطيكم الصحة، شكرا. يا ليت الطفولة تعود يوما. يا ليت تحبي مازالت طفلة، مازالني طفلة وعبك زعما كيقولوا لي مرأة ولا مدام نحسوا حي بيزا شعور غريب باسكو الوقت يجري بزاف و المسؤولية راح تزيد وراح تولي دكتور السيدة أميرة لأنه راح تولي مسؤولة على طفل. طيب سؤال أخير، وليدك كاميليا ولا مراد راح يكونوا جزء من الحياه اميره في اليوتيوب؟ ما على باليش انا، شو نفهمك هشام سي كو ما انا مانيش حابه نعرض وليدي ولا بنتي في مواقع التواصل الاجتماعي، فعلى بالي لا كيوريزيتي تاع الناس. وانا نعطيك نصيحه، نعطيك نصيحه اخويه ديري حاجه في بالك قبل ما نختموا، انه حياه الطفل هذه ماهيش ملكك انت وحدك ولا ملك باباك. ملكو. الور غدوه من غدوه تخافي اليوم تبينيه في حياتك وتشركيه في حياتك، وغدوه هو يجي يلومك ويقول لك علاش؟ انا ما حبيتش نعيش هذه الحياه. بيان والقرار يرجع لك طبعا. اميره نشكرك بزاف 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 بزاف، كنت ضيفتنا اليوم شرفتينا ونورتينا، عجبك الحال معنا؟ كان شرف لي يعني نكون معكم في البلاطو، يعطيكم الصحه. يعطيك الصحه هشام، ونشكر قناه شوروق ثاني على الاستضافه. ربي يحفظك. نتمنى لك بون كونتينياسيون. شكرا. وحبيت نقول لك بلي انت من لي جورناليست المحترفين في الجزائر. لا انا نشوفك محترف باسكو نامن بزاف كلمه تخصص متخصص، باسكو انا نشوفو دوكا اللي يجي يدخل في اي تخصص هذا كلاش نعتبره. نعم كلاش هذا ماشي كلاش مالوغوزمون، كاين دي جون وين يناسبهم هذا الامر، كاين دي جون ما صحيح
هكا على بالك. يعطيك الصحة يا ميرا، شرفتينا ونورتينا، بارك الله فيكم. مشاهدينا نقول لكم عدد ما بيناتنا لنهار اليوم خلاص، استناونا الجمعة الجاية إن شاء الله تكون أمبيونس كيما تاع نهار اليوم، استناونا الجمعة الجاية في عدد جديد مع ضيوف جداد. يلا سلام.